السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج صدى الأسبوع وتشاهدون فيها. بعد شهر من تكليف قوات الأمن المركزي بحماية عواصم المدن، المواطنون يشكون. الطاقة والاستيراد العشوائي للبضائع الصينية يتسبب بإغلاق عشرات المصانع. في مديرية الزيدية بالحديدة أراضي الأوقاف عرضة للنهب والتوزيع. حملة إنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي في اليمن. شغب في السجن المركزي بإب على خلفية رفض إخراج سجين للإعدام دون إبلاغه. إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار اسطوانة غاز بصنعاء. في استمرار لمعاناتهم، معاقو اليمن يشكون معاناتهم وفساد الصندوق. رغم دورها الاقتصادي، أبناء الصليف بالحديدة يعانون البطالة وغياب الخدمات. مخلفات الصرف الصحي والقمامة تلوث مجرى نهر وادي بنا. في ذمار، نمو تجاري يقابله غياب الأسواق المتخصصة. أهلا بكم من جديد. بعد مرور أكثر من شهر على تكليف رئيس الجمهورية لقيادة قوات الأمن المركزي بحماية وضبط الأمن في العاصمة وبقية المحافظات، بدأت قوات الأمن المركزي بالانتشار في أكثر من 27 نقطة عسكرية داخل العاصمة في دور أمني ملموس أشاد به كثير من المواطنين وسط مطالبات باستمرار هذا الدور. الأيام دول، هكذا قالت العرب قديما، وهو ما يحدث اليوم بالفعل. فهذه القوات التابعة لقيادة الأمن المركزي هي اليوم بقيادتها الجديدة من تقوم بحماية المواطنين داخل العاصمة وبقية محافظات الجمهورية منذ شهر ونيف تقريبا، بذلت فيها جهودا جديرة بالتقدير لحفظ الأمن والاستقرار في مهمة لا مناص منها، جاءت بأوامر الرئيس هادي الذي منحها ثقة وحملها المسؤولية، ومن منطلق أن العمل تكليف لا تشريف. المهمة التي أوكلت من القيادة السياسية إلى الأمن المركزي، سبق أن قلت أن هذا وسام نعتز به، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن القيادة السياسية بنا وحسن المواطن، ظن المواطن بنا أيضا. يعني المواطن يعقد أمل كبيرة على قوات الأمن المركزي، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم جميعا. نزلنا الميدان، استلمنا النقاط، بدأنا عملنا، و يعني ما نقولش أشكر نفسي إن الآن قد حققنا، لكن شيء ملموس يستطيع المواطن أن يلمسه أنه في فرق. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما تحقق، ولو أنه في خلال الأسبوعين هذا بدأ الوعي يظهر وبدأ ظاهرة السلاح تخف نوعا ما. الأمن وفقط هو جل ما يتمناه اليمنيون في الفترة الحالية على أقل تقدير، وربما ولما تتمتع به قوات الأمن المركزي من تجهيزات حديثة وجاهزية دائمة إلى جانب الخبرة، كانت الأنسب لتولي هذه المهمة، حيث قامت بنشر قواتها في داخل المدن ومختلف مداخلها. فهنا في العاصمة وعلى سبيل المثال للحصر، تتوزع أكثر من 25 نقطة عسكرية في شوارع المدينة ومداخلها الرئيسة في دور أمني لطالما كان مطلوب بعد أن أقلقت السكينة العامة ودب الخوف في أوساط المواطنين، سيما في الآونة الأخيرة بسبب المظاهر المسلحة. أما اليوم فهناك فرق. يجب أن يعرف الجميع أن الجهة المنوط بها منح التصريح هي وزير الداخلية، وزارة الداخلية ممثلة وزير الداخلية. نعم، إلا من خوله وزير الداخلية يعني للقيام بهذا المهمة فهذا شيء آخر، لكن يجب أن يعرف الجميع بهذا الشيء. طبعا احنا ما نتعامل مع التصريح، لكن لا يعني انه نسمح لمن مع التصريح دائما، لا. التصريح حتى هو يمنع فيه التجول، يجب ان يعرف كل من مع التصريح انه هناك يمنع التجول، التجوال ممنوع منعا باتا حتى لمن مع التصريح. بدأ تدريجيا يفهم المواطن انه حتى ان التصريح ما يعني له جهة معينة فقط، لأنه كثر التصاريح من عدة جهات ولد يعني. لكن الآن الحمد لله
حتى التصاريح إذا ما يشمل الجهة المعنية بنضبط الصلاح ونورده. نشكرهم على اهتمامهم وإحنا إن شاء الله بعونهم، وإحنا شفنا من الآن صراحة فيه أمن واستقرار. الآن بدأوا لتصحيح الأوضاع، ولا كانت كلام فارغ يعني هذا الشيخ بسلاحه هذا قبيل، لكن الآن الحمد لله والله شفنا أمور طيبة. الإنسان الممتاز لابد أن يقلدوه حتى ولو كان مجموعة بسيطة، والمجموعة البسيطة يحاولوا يقلدوها مجاميع أخرى. أهيب بالجميع أن يكونوا عند مستوى الولاء الوطني، الولاء الوطني. هذا هو ما يعرف بطابور القائد، ويقام في صبيحة الأربعاء من كل أسبوع بقيادة الأمن المركزي، ولكنه تميز اليوم بهذا الاستعراض العسكري المهيب والذي يعكس مدى التنظيم والانضباط والهمة والنشاط عند جميع الكتائب قادة وأفراد، وفيه يبرز هؤلاء قوتهم ليطمئن الناس ويتراجع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار اليمن. خطوة صحيحة قام بها الرئيس هادي بمنح ثقة لقيادة الأمن المركزي، والذي جاء أخيرا ليثبت صدقا وإخلاصا ملموسين في حماية الوطن والمواطنين. محمد البطاح لبرنامج صدى الأسبوع. شهدت الأوضاع الصناعية المحلية في اليمن خلال الأشهر الأخيرة إغلاق عشرات إن لم تكن مئات المصانع الوطنية، أغلبها في صنعاء، وذلك نتيجة الاستيراد العشوائي للبضائع الصينية والوضع الذي مرت به البلاد مؤخرا وتعطل الطاقة وتدهور الوضع الاقتصادي. وفي ذلك طالب أصحاب تلك المصانع وزارة الصناعة بحماية الصناعة الوطنية. صدق أو لا تصدق أن في اليمن ما يزيد عن 300 مصنع متعثر عن العمل، وهي كارثة اقتصادية بكل المقاييس. قناة السعيدة وقفت على المشكلة ووجدت الحديث عن بعض المصانع مؤلما، قصص وحكاية طموح تحول إلى سراب، بينما من كان متحمسا من رجال الأعمال أصيب بصدمة، كما هو حال محسن السواري صاحب مصنع الجلديات، فمصنعه متعثر منذ سنوات وغير قادر اليوم على استئناف العمل، رغم المبلغ الذي استغرقه إنشاء هذا المصنع كبيرا وليس ببسيط. عملنا مجموعة كبيرة، عملنا كل واحد عمل المصنع في منطقة ماء، في الحديدة، في عدن، في صنعاء، في تاز. اشتغلنا يعني تقريبا من التسعينات 93 95 96 الى 98 بدأت الامور يعني تتكهجر، الى عام 2000 اغلقت المصانع يعني كاملة. اشخاص كثيرون انشأوا مصانع خاصة بصناعة الجلديات وبصناعة الحديد والزجاج والاسفنج وغيرها، انتهى بهم الامر الى الافلاس والتوقف عن العمل بطريقة تدريجية او باخرى، والأسباب كما يطرحها بعض أصحاب هذه المصانع تكاد تكون متشابهة. الدولة يعني فتحت الباب على مصراعيه يعني للاستيراد من الخارج، يعني خاصة المنتجات الصينية أغرقت السوق يعني بشكل حتى توقف المصنع. جميعهم يكيلون التهم واللوم لوزارة الصناعة والتجارة بأنها لم تعر مصانعهم الوطنية أي اهتمام، وأنها سهلت دخول المنتجات الخارجية التي ضربت منتجاتهم وحولت مصانعهم إلى خراب ودمار. وزارة الصناعة والتجارة حددت موقفها من المصانع المتعثرة وقالت بملء الفم أن مصانع القطاع الخاص والمتعثرة يتحمل مسؤوليتها أصحابها وليست الدولة، فمن لا يمتلك الكفاءة والقدرة على المنافسة فلا داعي لوجوده. لكل حادث حديث ولكل مصنع حكاية، كيف بدأ المصنع وما هي أدوات أين بني، ما هي مصدر الطاقة، ما هي العمالة. أما أن يتعثر مصنع، يأتي واحد ويقرر أن يفتح مصنع ثم عندما يتعثر يتوقع أن الدولة تدخل في رأس مال، هذا كلام لن يحصل. ما يطرحه وزير الصناعة والتجارة عن المصانع المتعثرة التابعة للدولة يكاد يكون مؤلما أيضا. إنما التعثر الأخير حصل مع مجيء الأحداث طبعا، وأيضا مع تحرير أسعار الطاقة بالذات أسعار المازوت، فمصانع الإسمنت مثلا تعثرت، وهناك أيضا تعثر مثلا في مصانع الأدوية، هذا فيما هو مملوك للدولة. في أسباب أخرى للتعثر مثل
التعثر الذي حصل في مصانع الاسمنت في ابيان، وهي اسباب مثلا لاسباب امنيه، لاسباب لاسباب الصراعات، واسباب ايضا القاعده في اللي كانت تحت الابيان او انصار الشريعه. فهناك اسباب كثيره تعد، ولكن السبب الاساسي والاساسي لتعثر الصناعات لكل الكل ان كان قطاع خاص او قطاع عام هو اشياء محدده مثل عدم الاستقرار، فقدان الامن، ضعف وسائل التسويق، واهم من ذلك كله هو ضعف الطاقه. الحديث عن المصانع المتعدية في اليمن لا يتوقف عند هذا الحد، بل هناك تفاصيل تحتاج الى مزيد من الوقت والمناقشه مع رجال الاقتصاد الذين يؤكدون بان انعكاساتها وتاثيراتها بالغه على الشعب والوطن. معاذ نصر لبرنامج صدى الاسبوع. يشكو اهالي مديريه الزيديه بمحافظه الحديده من عمليه صرف عقود اراضي الاوقاف لاكثر من شخص من قبل مدير الاوقاف في المديريه، وتسبب ذلك بحرمان اخرين من الاراضي التي اشتروها او استاجروها. ياتي هذا رغم اقاله المدير المذكور ورفضه لتسليم الاداره للمكلف الجديد. الحديدة محافظة برزت للسطح في السنوات الأخيرة، ومن أبرزتها هي ظاهرة نهب الأراضي التي شهدتها المحافظة من قبل نافذين مستغلين لطيبة المواطن التهامي وبساطته. وفي مديرية الزيدية فيها جزءا من المشكلة باختلاف الملكية الأصلية للأراضي، فكل هذه المساحات تعد أرض وقف، وإدارة الأوقاف بالمديرية هي الخصم والحكم في مشكلة صرف ثلاثة عقود لثلاثة أشخاص في بقعة واحدة كما يقول هؤلاء. تداخلت الامور، هذا يشتري ارضيه مع وقف صائم الدهر، يجي وقف الاراضي الدوله يقول له هذه تبع الاراضي الدوله، اشتريها ثاني. يجي هذا يشتري يبني والثاني يبني، تحصل مشكله. حدثت اكثر من مشكله. يشتيطم علي خلاص. كذا قطع رجاله. قلت له شرحني لك وزارة الاوقاف. وهذا العقد طلعته انني اشتريت منه ارض وقف. تمام؟ ولحق يجي طمعني كذا هرجالة. لا والله ما لح. هاي شيء اشتري فيه بكيفة بناس ثانيين، وانا انسانة ضعفة ومشي بحق ما رفش يتكلم مرة. أقيل ناظر الأوقاف بالمديرية الذي يتهمه المواطنون ببيع الأراضي كما تقول إدارة الأوقاف بالمحافظة، لكنه ما يزال يمارس مهامه كما يقول المواطنون. قد قام الأخ مدير المديرية برفع إلينا بترشيح شخص آخر، وقد تم تعيينه وتكليفه بالعمل، ولكن الأخ المدير السابق لم يقم بتسليم ما عليه من عهد، وتم إلزام مدير مديرية إدارة الأمن بإحضار الشخص هذا، ولديه أوامر قهرية، وما زالت الآن الإجراءات جارية للقبض عليه. إدارة الأوقاف لو تستخدم حقها القانوني والرسمي على هذا المستأجر لاستطاعت أن ترتب أمورها بشكل جيد، وأن تضبط هذا المستأجر والمستهتر بالأراضي الأوقاف واللي يقيم عليها منشآت دون أن يدفع حقها ومستحقاتها. يقول أهالي الزيدية أن الفساد الذي أدى لنهب أراضيهم التي اشتروها أو استأجروها لم يمسهم فقط، بل أن من وقف أجدادهم الأرض يعانون نفس الحال في أرض هم وكلاء من أوقفوها. أوقاف الزيدية بشكل عام هي جدنا صائم الدهر الله يرحمه، وقف الزيدية هذه كلها وقف سكون دون أن يكون هناك لشرط الواقف مقابل أو دون مقابل، ولكن للأسف المتنفذين في هذه البلاد في إدارة الأوقاف مع التواطؤ مع ناس أغنياء أصحاب النفوذ تمت السيطرة على معظمها، وهي من أحياها من سبق لها باعتبارها مباح ليس لشرط الواقف أي قيود أو التزامات سوى من سبق سكن. بين شكوى الواقفين للأراضي في الزيدية وشكاوى المواطنين من تعدد العقود وقرار إقالة الناظر السابق الذي لم ينفذ بعد، يبقى أهالي المديرية بانتظار قرار الحسم لعودة المظالم. محمود الحميدي، صدى الأسبوع.
نتيجة لارتفاع معدل نسبة الفقر ومحدودية الموارد وشحة الإمكانيات التي يعيشها اليمن، إلى جانب معاناة أكثر من مليون طفل من سوء التغذية والمجاعة، أطلقت منظمة التعاون الإسلامي حملة إنسانية دولية لمساعدة اليمن، وذلك للخروج من أزمته الخانقة والتي يزداد معدلها مع تزايد الحاجة الملحة للغذاء والدواء. الحملة تسير بخطى طيبة، ولكننا نسعى لرفع وتيرتها أفضل مما هي عليه الآن. نعاني الكثير من الصعوبات التي تعترض سير عملنا هنا وهناك، ولكن بحكمة وإدارة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد البروفيسور إحسان أوغلو والأستاذ السفير عطاء المنان الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والدين والمحرك للحملة الأستاذ فؤاد المزنعي المستشار الأمين العام للشؤون الإنسانية، وهو الشخصية التي ترتبت على زيارته للبيت الأبيض في 14 مايو هذا العام، ولقائه بالسيدة سميث كبيرة مستشاري الرئيس باراك أوباما للسياسات الإنسانية، والتي ترتب على هذا اللقاء بدء الحملة الإنسانية الدولية والتضامن الإنساني مع اليمن. ونحن الجهاز التنفيذي الذي بدأنا نتحمل مسؤولية العمل الطوعي في إدارة الحملة، ولازلنا نقدم كل إمكاناتنا بشكل طوعي لخدمة بلادنا، وتقديرا للمنظمة التي استفادت من خبرات وقدرات بعض الكادرات التي نحن جزء منها. ومن هذا المنطلق قامت إدارة الشؤون الإنسانية في المنظمة بتنظيم إعلام مكثف حيال هذا الموضوع، وعملنا برنامج ب 210 مليون دولار في 6 قطاعات تشمل القطاع الغذائي، الماء، الصحة، الإيواء، وإعادة تأهيل المضرين من هذه الأحداث. على خلفية رفض المساجين لتنفيذ حكم الإعدام بمبرر عدم إبلاغه مسبقا بذلك، حدثت حالات شغب داخل السجن منعت خروج السجين، فيما نصب أولياء الدم المطالبين بالقصاص خيام أمام مبنى السجن مطالبين بإعدام السجين. السجن مكان يفترض به أن يكون لاحتجاز شخص بموجب حكم قضائي يستند إلى قانون ينص على عقاب الشخص لكونه ارتكب جريمة أو موقوف على ذمة قضية ما. ولكن من هذه القضايا قضية قتل ظلت لثمان سنوات إلا أنه صدر الحكم بإعدام القاتل، ولكن أثناء الشروع بتنفيذ حكم الإعدام من قبل الجهة المختصة فوجئوا بحدوث فوضى داخل السجن تمثلت بقيام نزلاء العنبر الذي يوجد فيه المحكوم عليه بالإعدام والبلغ عددهم 800 نزيل بمنع تنفيذ الحكم ومنع أخذ المحكوم عليه. ولم تقتصر الفوضى على داخل السجن بل امتدت إلى خارجه، حيث تجمع أولياء الدم مطالبين بسرعة تنفيذ الحكم. مطلب الإعدام في غريم ولدي على طول، ليش 10-8 سنوات تتخلص ما تحيي ما بوقي بعثر كل بكله علشان الشريعة. 8 سنوات للقضية، وإحنا طالبنا حق الضعيف وموقف الضعيف وهو شرع الله، مما وصلنا إلى حكم بعد 8 سنوات إلى حكم تنفيذ الإعدام. وقبل 3 شهور وإحنا متابعين الإعدام كل ما نجي ربع يقول لك أعدوها للربع الثاني، وقفا ذلك مشايخ خبان واقفة و... يا أخي مشايخ من خبان ما هوش واحد، ومدير السجن استلم حتى حق الإعدام ومكانه. رجع صلح لنا فوضى داخل السجن يثيرها من قبل أسبوع، وهم يثيروا المشاكل داخل السجن. إيش إحنا ما قدرنا أن نخرج من السجن. مدير السجن أكد أنه لابد من وجود أمر من النيابة لاقتحام العنبر، ولكي لا يستغل نزلاء السجن هذا الموضوع لمحاولة الهرب. مطلب أولياء الدم مطلب حق في تنفيذ القصاص الشرعي حكم الله، فإنما هو الوضع الأمني الذي أرقل،
نطلب امر صارم من النيابه والقضاء لجنه امنيه تدي اوامر باقتحام، لان السجناء اكبر عنبر 800 سجين قتل 400 و450 محكومين اعدام، اغلبهم ليسوا المتمنعين عن السجين حبا فيه، وانما يحاولوا اي فرصه للفرار. وعندما تواصل مع اصحابهم في الخارج كل يجمع مسلح ويشتي يخرج فرصه اذا يدور اي منفذ يهرب. فالامر يشتي معالجه اما حزم واما بحكمه، لكن النيابي يقول عالج الموضوع بحكمه، ما ادري ايش هي الحكمه هذا. أسرة المحكوم عليه بدورهم حضروا إلى أمام السجن مطالبين بالتوقف عن تنفيذ الحكم، وحسب قولهم بأن هناك تحكيم قبلي، وأن أسرة المجني عليه قد قبلت هذا التحكيم من قبل كون القتل كان خطأ وغير متعمد. تفاجأ أحمد الغريري في هذا الشهر شهر الحرم أنه يعني تفاجأ بإعدام ولده، والرجل هو كان محكم ب 12 آلي و 2 مليون ريال، وأنا ممن سألت مانع الرياشي الذي هو خال الأولاد جميعا وهم أسرة واحدة، وقلنا يا مانع الرياشي تعال نتدخل في قضية ابن القريري وابن الرياشي نحل قضيتهم. قال أنا محكم وعندي 12 آلي حكمنا أحمد القريري، ونبا أنزل البلاد وحل القضية أنا وأنت، وأنتظر لم نسمع الا انا كنت في عيب الا احمد الغريري اتاني يقول حكموا على ولدي بالاعدام. تفاجئنا ما ادري الا ولدي وحكم، واحنا محكمين بكل شيء وشرط مبرم بيننا وبينهم في وقت اداره الناحيه، انت شتو قبيله؟ قبيله. تشتو شريعه؟ شريعه. قال هذاك لا تقلق يا صيب. قبيله ولا ندخل محكمه. بس انت قلنا لا ايش علي؟ قال راس البقر والبنات اللي عندنا ودنا الفلوس اللي طلبنا. قلنا طيب تفضل. وخلاص وانتهينا. للحين في النهاية تفاجأنا ان قد خرج حكم من المحكمة العليا وحكموا بالاعدام ولا اظهروا علينا، رغم ان قد له تقريب 6 اشهر ولا عرض علينا ولا على الوليد الا قبل ما يعلنوا الاعدام ب3 ايام. ليست المشكلة هنا في رفض الحكم او قبوله، المشكلة الحقيقية في أن يتم استغلال هذه القضية والتسبب بفوضى تسهل على بعض نزلاء السجن استخدام هكذا طرق لعرقلة الأحكام الصادرة، ما لم تقم الجهات المختصة بحل هذه القضية بطريقة عاجلة وقانونية تحت مظلة النظام والقانون والأحكام الشرعية. حنان طه العواضي لبرنامج صدى الأسبوع محافظة إب. فاصل ونواصل ما تبقى في هذه الحلقة من برنامج صدى الأسبوع. إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار اسطوانة غاز بصنعاء. مخلفات الصرف الصحي والقمامة تلوث مجرى نهر وادي بنا. أهلا بكم من جديد. في استمرار لمسلسل ضحايا الاسطوانات الغازية تستمر كوارث انفجارات المختلفة مخلفة عشرات الضحايا في أماكن مختلفة. الأسبوع الماضي أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بانفجار لاسطوانة غاز بمنطقة قاع القيضي بصنعاء، 4 منهم في حالة خطيرة. 7 أفراد من أسرة واحدة يحترقون، والسبب انفجار أسطوانة الغاز المستخدمة للإضاءة أو ما يسمى بإتريك الغاز في منطقة قاع القيضي بأمانة العاصمة. حدث ليس بجديد، حيث تكثر انفجارات أنابيب الغاز باليمن، ضحاياها كثر كأمثال أسرة حافظ الحمادي. هذه اللي حدث بالضبط يا أخواني حقيقة تعبية الغاز عن طريق توصيل الغاز، تسرب الغاز ومن ثم جينا نشعل الاتريك الغاز، فاذا بها تنفجر في وجهي ووجه من حولي كان في البيت كاملة، كلنا مضرين المنكوبين كلنا 7 في الاسرة كاملة. حالة ضعف في حالة صدد يعني،
الذي راح محمود المستشفى راح له. احنا وصلنا البيت نطمن مع الحسن الله اخوه الوحيد اللي هو عبد الفتاح، جابوا وايت ماء ويرشوه على البيت ويرشوه على الذيه، طفوا اللي طفوا باقي الاثاث ورمينا ذي رمينا، يعني كل البيت انتهى وتلف الاثاث كامل. في زيارتنا لمركز الحروق في المستشفى الجمهوري بصنعاء وجدنا الصورة المأساوية لأسرة لم يتبقى منها أحد إلا وناله الحريق، غادرت أصغرهم استبرق وسلسبيل المستشفى، لكنهم جاءوا لرؤية أباهم وأمهم كانت أكثر المصابين، وكذلك إخوانهم لؤي وأساور اللذين يتألمان من آثار الحريق. وصلوهم متعبين طبعا، الأم حروقها هي الأكثر من الدرجة الثانية والثالثة، يأتي بعدها الطفل الصغير هذا برضو حروقه من الدرجة الثانية والثالثة، بقية الأطفال اللي معهم ما بين الدرجة الأولى والثانية يعني حالتهم أفضل بكثير، وهذا لك برضو الحمد لله أنه وصلوا في الوقت المناسب، يعني أسعفهم في نفس اليوم وصلوا في الوقت المناسب، اتخذنا لهم الإجراءات اللازمة والعلاج المناسب، الآن حالتهم كويسة الحمد لله، معظمهم قدم خروج، ما عاد بقيش معنا يعني الرقود الأساسية للأم، لكن مع أنه الأسرة كاملة ما فيش معهم حد، فمضطرين أنه يبقوا كلهم مع بعض هنا. إدارة مركز الحروق تؤكد أن غالبية الإصابات سببها الغاز الذي تنعدم فيه إحدى المواد المساعدة على التعرف بوجود تسرب منه، لتذهب نتيجة ذلك أسر بكاملها. بالنسبة لمسببات الحريق بالغاز، أنه في مادة ذو رائحة نفاذة يعني توضع عادة في دباب الغاز، على أساس أنه لو في تهريب أو تسرب في الغاز قليل تطلع رائحته، يقدر يستطيع المواطن أنه يروح يغلق الغاز أو يحذر من إشعال نار في هذا الوقت. حقنا الغاز للأسف يعني الرائحة ما يعني قليلة جدا، بحيث ما تلاحظش، فيجي يلصي شمعة يلصي الفرم المرأة والكذا والغاز قد مليان، يحصل الحريق يحصل انفجار. أوجه دعوة للجميع، جميع فاعلين الخير، المرضى اللي مثل هذولا يحتاجوا لفعل خير، لأنه في أسر معدمة وفقيرة، فأوجهها من خلالكم مشكورين لكل من يريد أن يعمل خير يتعاون مع مثل هذول الناس، مش إلا هذه الأسرة فقط، في أسر غيرها كثيرة وفي ناس مثلهم كثير. في الصورة قدر فرض على هؤلاء بتقصيرهم أو بتقصير مؤسسة الغاز، لكن النتيجة فقط تبقى واضحة، فهل تدرك الجهات المعنية وظيفتها ويدرك المواطنون استخدام وسائل الأمان؟ محمود الحميدي، صدى الأسبوع. يشكو الكثير من المعاقين استمرار معاناتهم في توفر الخدمات والعلاج وعدم اهتمام الصندوق بمعاناتهم، فيما يتحدث بعض المهتمين عن قيام صندوق المعاقين بالاستثمار بأموال الصندوق، يقرر القائمون على الصندوق سماح لوائح إنشائه بعملية الاستثمار، ويقولون أن هناك عجز في الموازنة وأنه يتم السحب من الاحتياطي. معاناة المعاقين في اليمن في سباق مع الزمن، فهذه الشريحة تزداد شكواها يوما بعد آخر، شكوى من قلة العلاج وشكوى من عدم الحصول على كراسي، وأخرى من عدم الحصول على دعم كاف. صراحة صندوق ما بيقدم لناش أي نوع من التسهيلات، هذا عاد احنا بنواجه صعوبة كبيرة لما نوصل لهناك. الحديث عن صندوق رعاية المعاقين ومعاناتهم تستمر باستمرار حديث القائمين على الصندوق عن المشاكل والصعوبات التي تواجههم في استيعاب كل القادمين إليه، فالصندوق يكرر طرحه لمسألة الأزمة التي يواجهها بفعل الميزانية التي تم تقليصها، فهناك من يطرح بأن الصندوق لديه أموال باهظة ولم تسعى إلى حل المشكلة، وفي حين تحدث مدير الصندوق عن وجود أموال قال بأنها محفوظة لدى الحكومة تحت مسمى احتياط الصندوق، ولا يقدرون على التصرف بها إلا بعد موافقة الحكومة والمعنيين، وهو ما يسعون إليه الآن. طبعا هناك فئة من المعاقين، وهذا نحن نشعر بالأسى والأسف يعني لعدم توفير العلاج لهم، ولكن السبب ليس بيد الصندوق يعني حله. وجه المجلس مشكورا مذكرة لرئاسة الوزراء بإلزام الحكومة بتقديم الخدمات من الاحتياطي، مواجهة النفقات من الاحتياطي حتى نهاية العام. يأخذ هذا الحديث بعدا آخر، وذلك من ناحية الأموال التي يتم تجميعها إلى حساب الصندوق من مختلف الإيرادات الخاصة بالدولة،
حيث يقال بأنها مبالغ باهظة وقادرة على تلبية جميع احتياجات المعاقين، ولكن المشكلة تتعلق كما يقول البعض بسعي الصندوق إلى استثمار تلك الأموال، وهو الاستثمار الذي قال عنه الصندوق بأنه مفترض ومقر ولكنه لم يبدأ بعد. من حق الصندوق أنه يستثمر عشان يحسن خدماته ويرفد الموازنة حقه، وهذا شرط أو هدف من أهداف الصندوق في القانون، فليس بخافي على أحد. نحن من حق الصندوق أن يستثمر أموالا، لكن إلى الآن لم نستثمر شيء، يعني باستثناء ما كان يستثمر في إذنة الخزانة التي أوقفها مجلس النواب. الأخذ والرد وطرح وجهات النظر وتبادل الرؤى بهذا الموضوع ليس له حدود، فمساحة الحديث كبيرة كما هو حجم المشكلة كبيرا، ولكن كل المؤشرات وكل الأطروحات تؤكد تفاقم المعاناة ليس لدى المعاقين فقط، بل لدى الصندوق ولدى القائمين عليه الذين يقولون بأن هذا الأمر لا يعني غيابهم عن الخدمة وتقديمهم لها، فالخدمة للمعاقين موجودة في كافة أرجاء الوطن، ولكن ليس بالمستوى المطلوب نظرا لشحة الإمكانات وشحة الموازنة. معاذ منصر، صدى الأسبوع. تعد مديرية الصليف بمحافظة الحديدة من المديريات الهامة والاستراتيجية بالمحافظة لما تدره على الدولة من موارد تتمثل في مينائها الحيوي وتضم أكبر مناجم الملح الطبيعي، وبالرغم من ذلك يعاني أبناءها البطالة وغياب جميع الخدمات أبرزها الخدمات التعليمية. تعد مديرية الصليف من المدن الهامة والاستراتيجية بالحديدة نظرا لما تكتنزه من ثروات تتمثل في مينائها الحيوي ومناجم الملح الضخمة، وبالرغم من كل ذلك يعاني أبناؤها من غياب جميع الخدمات عنهم، فلا كهرباء ولا خدمات صحية، ناهيك عما تشكله هذه النفايات المتكدسة من خطر دائم تسبب في انتشار العديد من الأمراض في أوساطهم. القمايم داخل البيوت واصلين على موسم الذي وصل النامس والبور داخل البيوت، ولم يتلقم من المجلس المحلي أي حاجة، ما يعني قدمنا أوراق للمجلس المحلي ودخلنا احنا ويا المحافظة صندوق التحسين يشلوه ولا في معنا ريال. يعيش أهالي مدينة الصليف حياة بسيطة جدا، ويفتقر سكانها إلى أبسط المقومات الأساسية، فهنا إلى جانب الفقر والمرض توجد نسبة كبيرة للبطالة، ويصعب جدا على أحد هؤلاء الذين يعولون أسرا كبيرة أن يجدوا فرصة عمل تساعدهم على تحمل أعباء الحياة الصعبة والكثيرة. خارج حلم للناس على جونا من أكثر من 10,000 نسمة جاء في داخل البلاد، وشوف الآن أمام السعيدة تتفرج على المنجم لا يتحد مال حتى حبة حجارة ملح، وعلى جاحنا وصلنا ما يمشرون مياه، أيضا الكهرباء مشاري مليان، سفرات الطريق ما فيش إلى المنطقة اللي احنا عايشين الآن فيها. المدارس في مدينة الصليف في حالة يرثى لها، فالبوابة مهملة وغير مركبة، أما الكراسي فهي نادرة، وبالنسبة للكتاب فواحد فقط لكل 2 بالنسبة للمتوفرة. هذه المناهج الصف رابع البنتي مقطعة، شوفوها زي ما هنا مقطعة، اللهم هو واحد صرف لهم واحد ايش؟ واحد بين 2 طلبة، واحد بين 2 طلبة، يعني شل انا طالبين مشتركتي طالبين الدفتر مشرفة طالبين، نشالهم كتب ونشالهم مدرسين لابسين المدرسين لابسين كتب، صرفوا لهم كتب مقطعة، من قال لهم ما لهم قطعة مال، يقولون ما هذا الوزارة ما صرفهاش مدري ما، يويتين حبوا لهم حصة حصتين والله نص حصة ويروحوا لهم. بالنسبة للكتب، الكتب ما استلمناش كتب، يعني السادس ما استلمنا ولا كتاب، ما عدا القرآن الكريم استلمنا 20 كتاب فقط للقرآن الكريم والمدرسة كامل، وبقية المواد ما معانا ولا ايش ولا كتاب استلمنا. والله راجعنا وقدمنا لمدير التربية والتعليم حق المديرية، قال من التربية حق المحافظة استلمها كذا في نقص من التربية. زيارتنا للجهة المعنية كانت دون جدوى لعدم تواجد المعنيين لطرح بعض الأسئلة عليهم، فكيف لمديرية كالصريف غنية بالثروات أن يكون أهلها في أمس الحاجة لأبسط الخدمات، أما لسان أهل المدينة فيقول متى سيتم إنصافنا؟ محمد البطاح لبرنامج صدى الأسبوع.
يشكو سكان وادي بنا من تلوث بيئي في مجرى الوادي الشهير، وذلك بسبب الصرف الصحي لمدينة السدة الذي يصب في الوادي، وكذلك مخلفات القمامة. تخيل أقرب المناظر إلى نفسك وأحب شيء إلى ناظرك. جمال الطبيعة في اليمن يؤدي تلقائيا إلى وادي بنا، لكن الاقتراب من الوادي والتعمق في تفاصيله يؤدي إلى برهان وحقيقة ما يشكوه المزارعون والسكان هناك، إلى ملتقى القمامة والصرف الصحي ومجرى الشلال عند جسر مديرية السدة، حيث بؤرة التلوث البيئي. الضرر الأكبر وهو ضرر المجاري والبلوعات والمخلفات والنفايات التي ترمى من مديرية السدة والنادرة إلى من يصل، مما أصبح الآن بدل ما كان وادي بنا باهث الناظرين والذي تغلب الشعراء أصبح الآن محل الأضرار والأخطار، يحدد الحرث والنسل وكل شيء. هذا إذا نهر وادي بنا الذي قامت على عطائه حضارات ودول، منه تتزود الأسواق اليمنية من المحاصيل والخضروات، هذا هو، وقد اختلط بمياه المجاري وبنفايات المدن التي تسكن على ضفافه بمخلفات الجزارين وأمعاء الدجاج، وعليها يحتدم صراع البقاء بين الطيور الجارحة والكلاب. المزارعون يقولون إن التلوث وصل إلى جداول حقولهم. من وادي بنا تكثر القيادات السياسية وتكثر الحكومات من الوزراء، وهو وادي السبع الوزراء، من منهم رأى هذا المظهر المقزز ولم يضع لذلك حدا، من منهم استمع لفريق طبي أجنبي قال للمواطنين لولا السيول لاجتاحتكم الأوبئة القاتلة. نحن نسعى بكل إمكانياتنا من أجل إيجاد صحة وبيئة يعيش فيها المواطن، يعني عيشة هنيئة. طيب، من المعروف أنه قد جاءت لجنة أو فريق طبي كندي لهنا وعملوا فحوصات وشافوا على أنه أكبر مرض كانت تواجه المنطقة هذه كان موجود، هذا المرض يسمى فيروس، لا أعرف الاسم هذا، وكان يعني ناشئ بنسبة 30%. لولا عناية الله سبحانه وتعالى، يعني أرسل الله الأمطار وتدفق السيول، جرفت المرض هذا عن بكرة أبيه. ومثل ما تلقي مديرية السدة بنفاياتها ومجاريها إلى سائلة وادي بنا، كذلك تفعل المديريات الجاثمة على ضفتي الوادي الفسيح. هذا هو وادي بنا الذي تغنى فيه الشعراء وكتب عنه الكتاب، ربما تعرفونه لكنكم لا تعرفونه، وقد صار مجرى للقذارة، مياه الصرف الصحي والقمامة. محمد النقيب، مديرية السدة، وادي بنا، لبرنامج صدى الأسبوع. تشهد الشوارع والأرصفة العامة بدمار نشاط تجاري تبدو فيه الأسواق التجارية المنظمة غائبة عن المدينة، وأصبح الشارع أكثر الأماكن استيعابا للنشاط التجاري، حيث يلجأ مئات البساطين العاطلين عن العمل للبيع والشراء فيه، بينهم خريجو جامعات لم يجدوا وظائف. الحياة التنموية والاقتصادية في القطاع الخاص بدمار في نمو مستمر، فيما مراكز الحراك التجاري والتسوق في عاصمة المحافظة لم تواكب متغيرات العصر والنمو السكاني المتزايد، فالمخططات المدنية لم تلبي احتياجات المجتمع المحلي للأسواق التجارية المنظمة، وما هو موجود منها أرض بيضاء يتم السطو عليها على مرأى ومسمع باعتبارها ملك عام سائب. لا حد الآن، والمشاكل قائمة في الحارة، من ضمنها أنه عادوا قاموا حفر الآن في الموقع، في موقع الموقفة، ولا زالت المشكلة يعني قائمة ماشي. احنا نطالب الجهات المختصة بتسويرها، سمعته، ولو ما أحل المنطقة حامينها، سمعته، إن قد راحت وتشوفوا البناء هذا كله عشوائي عليها، مغتصبين كلهم. هنا بساطون على كثرتهم نشطون في أعمالهم، فأعيقت الحركة في الشارع لعدم وجود البديل، ولم يجرئ الجانب الرسمي في المحافظة على مجرد تنظيمهم لنفوذ بعضهم قبليا كما يقول من هنا. وفي الجهة المقابلة أيضا كذلك بساطون من مديريات وقبل وصفت بالمسالمة، فنقل ببعضهم ومنع كل من هنا رسميا من الجهات الرسمية ممارسة نشاطهم التجاري، وهو ما يمكن وصفه بمفارقة عجيبة. ضعف للدولة ومخططاتها التجارية يقابله تمييز بين أصحاب المهنة الواحدة وفي الشارع الواحد، وهو ما يتعارض كليا مع حقوق البشر في العيش والمواطنة المتساوية حسب رأي البعض والقوانين الإنسانية النافذة في اليمن. مدير الأشغال جاءنا قبل يومين
وابتز بعض من مبسطاتنا وبالونش رفعهن، يريدون ان نرفع من الشارع، بالرغم انه يعني اللي مقابلنا في الشارع اللي مقابلنا اصلا وسط الشوارع لا بد من يكلمهم ولا يضحكهم. مدينة دمار تفتقر للأسواق التجارية العامة، فقدت الشوارع والأرصفة المتنفس الأبرز للتسوق والبيع والشراء. تؤجر أرضها على البساطين من قبل بعض ملاك العقارات المطلة شرفاتها على هذا الشارع وذاك، وبغض طرف المعنيين بتنظيم مثل هكذا مكان. وعلى الأشغال تقع مسؤولية إيجاد الحلول والبدائل لمثل هكذا نشاط تجاري من منطلق لا ضرر ولا ضرار. قاموا بشيء جميل بإبعاد البساطات والمجولين من أوساط الشارع، لكن المشكلة الكبيرة أنهم يقوموا بقطع أزاق الناس ولا يوجد الحلول أو البدائل لذلك. البدائل يبدلوا لنا الأسواق، وإحنا عقد مخر من الأسواق هذا، يفتحوا لنا أسواق ويجدوا لنا أسواق وعلى جس فيها. في دمار يقول الناس إن ثقافة بعض نخبة المجتمع والمعنيين بالمحافظة لا زالت محدودة الرؤى، وتحبو ببطء شديد نحو الوعي المدني والسلوك الإيجابي في الحياة التجارية والإنسانية الهادئة والمستقرة في شتى المجالات. فيقال إن الكل هنا شريك في العشوائية والضوضاء والعبث والاختناق المروري في مثل هكذا الشارع، وما خفي كان أعظم. هنا كل واحد معه بسطة ومعه درجات ليطلب الله فيه، واي واحد معه بيدفع ايجاره مقابل استبساط في الارض وبيدفع تحسين النظافه. في دمار لم يعد الشارع ملكا عاما للمارة والسيارة فحسب، بل وملكية خاصة لبعض حمران العيون، فأجر كل شبر فيه وقسمة العائد على أكثر من واحد وجهة. في ظل البطالة وغياب مسؤولية الدولة، يظل الشارع المتنفس المهني والمورد الاقتصادي والتجاري الوحيد لمختلف فئات المجتمع، خاصة عندما تغيب الدولة في مخططاتها استيعاب المخططات التجارية اللازمة لمثل هكذا نشاط. عبد الله محمد لبرنامج صدى الأسبوع. فاصل ونواصل ما تبقى في هذه الحلقة من برنامج صدى الأسبوع. بعد عمليات عدة، البحث الجنائي في محافظة إب يلقي القبض على عصابة سرقة لمحلات الصرافة. أزمة المياه تتهدد سكان كوكبان بأمراض عديدة. أهلا بكم من جديد. بعمليات منظمة ومنذ زمن تمارس عصابة سرقة عمليات السطو وسرقة لمحلات الصرافة في إب، تمكنت مؤخرا إدارة البحث الجنائي القبض على هذه العصابة التي شكلت قلقا كبيرا للصرافين. عندما يسيطر الطمع وحب المال على النفوس تغيب الضمائر، ويسعى البعض للحصول على المال باستخدام أساليب الخداع والنصب من هؤلاء النصابين أو ما يعرفون بالعامية الملكمين، حيث استطاعت عصابة أن تحتال على أصحاب محلات الصرافة في عدد من محافظات الجمهورية ومنها محافظة إب، مستخدمين أسلوب الإرباك ومستغلين الازدحام الذي يحصل في بعض محلات الصرافة. وهؤلاء الناس جاءت عصابة مختلسة يختلس الأموال عن طريقة الصرف، يعطيك الفلوس السعودي ومن ثم يقوم بإرباكك، يعني يجي لك في زحمة وإلا في وقت وأنت مرتبك، حتى يربكك يأخذ عليك السعودي مع اليمني. مبالغ كبيرة وصلت إلى ملايين الريالات قامت هذه العصابة بسرقتها وفي أوضح النهار، مستخدمين أساليب وطرق يصعب معها كشف تحايلهم. فأخذت منه المبلغ 27,840 ريال سعودي، فقال ما يخرجوش السعر، قام يتصل لصاحبه على أساس أنه السعر زايد بالسوق، فرجعت له المبلغ. بعد ذلك تم الاتصال بصاحبه ونقص المبلغ 18,000 ريال سعودي، ورجع المبلغ إلي على أساس أنه 27,840 كامل، فتم صرف المبلغ له كاملا وقد تم نقص منها 18,000 ريال سعودي. في مديرية بعدان قامت هذه العصابة بالقيام بإحدى عمليات النصب على أحد محلات الصرافة هناك،
لكن هذه العملية كانت وراء القبض على هذه العصابة. والآن هم في البحث الجنائي ولدينا الأدلة عليهم الكافية، وهذه عصابة يعتبر عصابة كبيرة جدا تمر على الصرافين في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك على التجار والبائعين، وأيضا يحاولون الخروج، أيضا لديهم بعض الجوازات سفر ينطلقون بها إلى خارج البلاد من أجل النصب والاحتيال في أيضا حل الحج في مواسم الحج. يقظة رجال الشرطة العسكرية وتعاونهم بالإضافة إلى سرعة الإبلاغ من قبل صاحب محل الصرافة ساهمت بشكل كبير في إلقاء القبض على أفراد هذه العصابة وتسليمهم إلى إدارة البحث. عندما وصل إلينا النقطة انتظر جاء سيارة تاكسي أجرة فألقى القبض عليهم، وبعد ذلك عندما ألقى القبض عليهم أصر واحد منهم إنه إذا كان أخذ عليهم فلوس أو كذا يحلف يمين إنهم أخذوا عليهم الفلوس ويستعد يريد فلوسه. صاحب المحل أصر إنه ضروري ينزلوا إلى المعسكر من أجل يعني هناك يعني البحث والتحقيقات. أوصل إلينا أفراد النقطة للشرطة العسكرية في نقطة بعدان عصابة مكونة من 3 أشخاص يقومون بالنصب على صرافين، بعد أن قاموا بالنصب على صراف في سوق طبيع بعدان، وعلى أثر ذلك تم مباشرة التحقيق معهم بتوجيهات من الأخ مدير أمن المحافظة والأخ مدير البحث الجنائي، وتم توجيهنا إلى القضية جل الاهتمام كون العصابة هذا قاموا بالنصب على عدة صرافين في داخل المحافظة وخارجها. قناة الصعيدة اتجهت إلى مكتب نيابة بعدان لمعرفة تفاصيل أكثر حول العصابة، لكن أعضاء النيابة رفضوا الإدلاء بأي تصريح. طرق وحيل غريبة تستخدمها العصابات، لكنها في الأخير تعتدي على حقوق الناس وتسبب الإضرار بمعيشة الآخرين. لكن سرعة الإبلاغ عن هكذا قضايا يجنب المجتمع انتشار هكذا عصابات لأناس أعمى الطمع بصائرهم أضروا بأنفسهم قبل أن يضروا بالآخرين. حنان طه العواضي لبرنامج صدى الأسبوع محافظة إب. يشكو أبناء مدينة كوكبان بمحافظة المحويت من أزمة مياه خانقة أجبرتهم على استخدام مياه البرك والخزانات الجبلية التي تهدد حياتهم بالعديد من الأمراض نتيجة تلوثها، فيما مشروع المياه لا يأتيهم إلا مرة في الشهر أو الشهرين وقد ينقطع لفترات طويلة. سلطنا في الأسابيع الماضية الضوء على الآثار في مدينة كوكبان التاريخية وما تعانيه من إهمال في الترميم والصيانة قد يؤدي بها إلى الاندثار والهدم رغم تاريخها وعراقتها، لكننا بهذا التقرير نسلط الضوء على معاناة من نوع آخر لا تخص الحجر أو الشجر، وإنما هي تلامس البشر وما يعانوه في سبيل حصولهم على الماء الذي لا يأتيهم إلا مرة كل شهر أو أكثر إن لم ينقطع عنهم كليا بسبب عطال مستمرة في المولد الذي عن طريقه يتم تزويدهم بالماء من مدينة شبام. والله يا معنا مشكلة الماء، الماء معنا مشروع من شبام ما بيطلع على رأس الشهر. ومن تشرب طبيعي؟ شرب من البرك حتى المطر. قد يستغرب المشاهد الكريم عندما يسمع الأهالي وهم يقولوا بأنهم يشربون من ماء البرك مضطرين بسبب انقطاع المشروع عنهم لمدة طويلة. والله مشاكل في الماء ما في طول عشان عندنا ماء، الماء بيضخون من شبابنا خفخفان وما يعتمد نادر ما يدلعوا الماء، ما بيعتمدين على البروك للشرب برضه؟ للشرب وللغسول ومشتري البروك. عندما رأينا هذا الخزان الذي يزود المدينة استبشرنا خيرا، لكنه للأسف فارغ، وحتى هذه السيارة أو ما يطلق عليها باللفظ الشعبي وايت لم يكن الماء الذي تحمله ماء نقيا صالحا للشرب، وإنما هو من هذه البركة والذي استعاض سكان المدينة بمائها حتى في شربهم. وهذه اللوحة شاهد على ما سمعناه، رسالة نوصلها إلى الجهات المعنية باسم أهالي وسكان مدينة كوكبان بأنهم قد يتحملوا أي نقص في أي خدمة من الخدمات التي ليست ضرورية، لكن أن ينحرموا من الماء الذي هو عصب الحياة فهذا لا يعقل، ويتمنوا لفتة من الجهات المعنية تنهي بها معاناتهم. رضوان السماوي لبرنامج صدى الأسبوع.
يتهدد الذبح العشوائي لإناث الحيوانات الثروة الحيوانية في اليمن بسبب تزايد استهلاك مصادر التكاثر لهذه الثروة، والتي تكلف البلد تبعات كبيرة وأعباء اقتصادية في الاستيراد مستقبلا. غياب الاهتمام بالثروة الحيوانية وقلة المراعي وهجر كثير من الرعاة لهذه المهنة مع استمرار ذبح إناث المواشي بشكل كبير، يقابلها إهمال وتجاهل غير مبرر من قبل الجهات الرقابية، عوامل مجتمعة تنذر بخطر حقيقي يهدد هذه الثروة. أهم المشاكل التي تواجه الثروة الحيوانية حاليا هي الظاهرة الجائرة التي تمارس بذبح إناث وسقار الحيوانات، وهذه لها مردودات سلبية كبيرة جدا في التقليل من المواليد وعدم الاستفادة من اللحوم المستهلكة، لأنه الدورة الإنتاجية في هذه الثروة الحيوانية سواء بالنسبة للمواليد وما يتبعها من إنتاج تقل من فترة إلى فترة بسبب ذبح إناث وسقار الحيوانات. اليوم ونحن نقف على مشارف عيد الأضحى المبارك، الكل يتسابق لشراء أضحيته فتذبحه أسعارها المفجعة ويضطر مجبرا لشرائها دون أن يدرك أن قيامه في الأيام الأخرى بذبح كميات كبيرة من إناث المواشي ورضعها هي أهم الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع الجنوني لأسعارها. قلة التوعية من قبل الجهات المختصة سبب وبشكل كبير في زيادة هذه الظاهرة رغم وجود قانون يغرم مثل هذه الحالات. هذا القانون الذي طبق في عام 2006 على كل يذبح إناث المواشي القادرة على الإنتاج ورضاعها، لكنه ما لبث أن اختفى وتناساه الجميع، في حين اكتفت الرقابة بالسؤال عن الكم وليس عن الكيف. في دور لوزارة الزراعة في مجال التوعية في مركز إعلامي متخصص بالأشياء هذه، لكن في معنا وعي المواطن. وعي المواطن صراحة في أشياء إحنا متمسكين بها من زمان يعني، والفلوس أيضا، بس الوعي المواطن. مثلا إحنا اجتمعنا مع عدة مواطنين بنكلمهم ونقول لهم الحيوانات الصغيرة المفترض أنك تنتظر إلى أن تصبح كبيرة، الإناث هذه بيكون طعمها طعم اللحمة مش كويس. يقول لك لا أنا أشتري حيوان صغير، هذا رضيع، هذا مدري. تعرف الثقافة السائدة حاليا. حاولنا السيطرة على هذا الأمر بعمل مسالخ مصغرة في أمانة العاصمة مثلا وفي عموم المحافظات أيضا، لم نقتصر فقط على المسالخ المركزية، إلا أننا أيضا كما قلت لك المشكلة أيضا هي مشكلة مجتمع ومشكلة دولة ومشكلة مواطن ومشكلة مسؤول، ليست لا يمكن أن نقول أن هنالك فرد واحد ومؤسسة واحدة هي التي ستتحمل مسؤولية إفناء أو الإهدار الثروة الحيوانية ذباحة الرضع والإناث إلى آخره. أصحاب المحلات الخاصة ببيع وذبح اللحوم حملوا الجهات الرقابية الغائبة عن أداء دورها، وكذا أصحاب المطاعم الذين يحرصون على طلب إناث المواشي والزين الباحثين عن الرضيع وصغار الحجم أو الأصغر من الصغير مسؤولية هذه المخالفة، مؤكدين أن الكثير من الزبائن يعزفون عن شراء اللحوم التي تجاوزت أعمارها الستة أشهر. دور مسالخ في الأصل في القانون هو دور خدمي، لكن في الفعل اللي بيفعلوه دور إيرادي. أول يراقبوا علينا، لكن أول مراقبة علينا مراقبة من ناحية الكم وبعد الكيف. من ناحية القانون نزل في عام 2006 قانون بمنع ذبح الأناث باتا، وفعلونا مهلة المنتشر أنه ممنوع ذبح الأناث، لكن في النهاية لأني مؤسسة إيرادية يسمحون لنا بذبح الأناث. فهل حان الوقت للحفاظ على ما تبقى من هذه الثروة ومعالجة الأخطاء قبل أن يدق ناقوس الخطر، أم سنظل نسمع هذا الناقوس ولا نلتفت إليه أبدا؟ عبد الكريم قاسم لبرنامج صدى الأسبوع. دمت المدينة السياحية العلاجية تشكو شوارعها غياب التخطيط والتنظيم والنظافة، فيما الحركة العمرانية قد اقتحمت حرم الحرضات والفوهات البركانية السياحية. لولا المياه الكبريتية الحارة المتدفقة من الحمامات الطبيعية إلى مخارجها لتعفنت مدينة دمت، يستنتج السياح هذه المعادلة، وهكذا يشكو المواطنون وهم يرون مياه الصرف الصحي والقمامة وهي تجري في المياه البركانية ومستقرها الأخير في مجرى وادي بنا. مع ذلك هذا المنظر لا يليق بمدينة سياحية وعلاجية. دمت السياحية التي معها اسم سياحي لكنها تفتقد إلى كل المقومات الأساسية كمدينة سياحية. السبب الرئيسي أهلها كأنهم عايشين في غفلة
لمن تشتكي همك تعيشها بالمجاري يعني عار وجريمة علينا ان احنا عايشين بالمستنقعات يعني عايشين مع مستنقعات يعني بشر يعيشوا يعني بيستغربوا يلقى العالم مستنقعات مجاري ما بش مياه صرف صحي غير جاهزة مشروع المياه معطلة سنوات معطل بدون مشروع مياه بالنسبة للصرف الصحي تعثر فيها حول المشروع قايمنا والعالم المدن الحضرين ان شاء الله خلال الشهر هذا او شهرين الخلاف كان على محطة المعالية القرى المجاورة يعني الروائح من كذا يعني احنا الان حول حل المشكلة على المشكلة قبل اعوام اعلنت دامت مدينة سياحية وعلاجية وتم تخطيطها بمئات الاف الدولارات عبر شركة مصرية هذا ما يتذكره الناس الذين عاشوا المناسبة وهذا هو التخطيط الذي يرونه اليوم على أرض الواقع معظم الشوارع عدا الشارع الرئيسي ترابية لعلها تبدو مخجلة أكثر حينما تهدأ من الزحام وأشبه بمنطقة نائية في أطراف اليمن النائي يقوموا ببيع الأراضي الحكومية عرفت كيف و يعني بدون اي مبالاه شوف الحرضه هذه عندك لو صرت تصوري فيها تشوف يعني حوالي اصبح البنيان الان لا عرض الحرضه بالنسبه للتخطيط التخطيط القديم ماشي عليه الشركه المصريه نزلت وعملت عندنا حول 20 يوم وارتفعت والان 3 سنوات لم تعد ولم تعطينا لا مخطط ولم ترجعين ولم نعمل فيها كان مناقصه من صنعها من الوزاره اما انه اعطونا مخطط ما في احنا نعمل وحدات جوار مخطط من المحافظة نزل مهندسين وعندنا فريق هندسي نزل المحافظة نزل أمن صنعاء مختلفين ما بينهم والبين ليست هذه الأمت التي يتصورها السياح قبل وصولهم إلى حضرتها عشوائية الأسواق وحركة السير والنفايات صادمة ما كانوا يتصورونه كذلك المستثمرون صدمت أحلامهم لأن أحلام النفوذ أقوى حضورا في حاضر المدينة ما يقارب 40 فندقا في مدينة دمت السياحية والسياحة الوافدة تملأها لكن المدينة لا تبدو عليها صفة السياحة والعلاج إلا ما جاء من عند ربها أو خلقت هكذا بالفطرة محمد النقيب لبرنامج صدى الأسبوع فاصل ونواصل ما تبقى في هذه الحلقة من برنامج صدى الأسبوع في المحابشة بحجة أخوين يتقنان الصناعات التقليدية ويبدعان في الابتكار بعد غياب أكثر من 8 سنوات الرياضة تعود لصعدة أهلا بكم من جديد رغم عدم تعليمهم إلا أنهم يمتلكون مواهب متعددة يمارسونها كهوايات يبدع الأخوان حميد ويحيى من المحابشة بمحافظة حجة في صناعة الكثير من الأعمال الحرفية اليدوية حيث يستخرجون العقيق من الأرض ويشكلونه على هيئة التماثيل إلى جانب صناعة المسدسات وآلات العود وغيرها من الصناعات يدق العود لكنه ليس بفنان بل مصنع لأشياء كثيرة من ضمنها هذا العود وهذا التمثال وهذه المسدسات التي يكرس الرجل كل جهوده في صناعتها وهو شقيقه الذي يعمل معه في مكان أشبه بورشة في مديرية المحابشة بمحافظة حجة حيث يجتهد الشقيقان بصناعة مسدسات مختلفة الأشكال والأحجام هذه أول صناعة ثاني قمت بعمل يعني مسدس روسي من صناعتي يعني بدع هي بدع حقه وهذا الثاني لما سباش ذا مثلا نجلس على هذا العمل نجلس دي الصناعة شوفوا هذا من صنعي أنا الحالة ما بشيء حاجة كل القطع والمواد يتم تصنيعها في هذا المكان سواء فيما يتعلق بصناعة المسدسات أو الجنابي أو غيرها من الأشياء التي تخطر على بال الشقيقين الأشياء كلها نصنعها العمل الملفت هذا امتد إلى قيامهم بصناعة أخرى
مرة حصلنا ان احنا سوينا قطعة يعني ميزان سيارة عبيناها طرحنا بشكل صاروخ مروحات بكلام سوينا له داخله عبوة عبوة وضعنا في بقعة يعني خالية عن المدينة. اسمع شوية. وبعدين جربنا على فتيلة محك الريح من تحته من نازل فقمنا بعمل يعني نفجره جرح منه النص والنص يعني مشات راح زيادة في بس وصل يعني اشتعل بالدخان بالدخان حكوه بدون ما ينفجر. في الحكومة يعني قامن علينا يعني بتنفيذ عساكر وما عساكر يعني. وبعدين تعهدنا ان احنا ما نصلحش يعني لهذه الاشياء. تجربة جديرة باهتمام وسائل الاعلام والاجهزة المعنية في الدولة التي يفترض أن توفر الظروف الملائمة لممارسة عملهم والتسهيلات التي تعينهم على تطوير تجربتهم. معاذ منصر، صدى الأسبوع. من غير أي توقعات عادت محافظة صعدة مجددا إلى خارطة الرياضة اليمنية في مباراة جمعت شباب صعدة بفريق شباب الحديدة. اللافت للنظر أن المباراة شهدت حضورا جماهيريا كثيف واهتمام واسع من وسائل الإعلام. بعدما يقرب من 8 سنوات من توقف مظاهر الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا، تعود صعدة إلى خارطة الرياضة اليمنية من جديد، حيث أقيمت مباراة لكرة القدم جمعت بين منتخب شباب صعدة ومنتخب شباب الحديدة في مباراة ودية، وذلك بمناسبة العيد 49 لثورة 14 من أكتوبر. برغم أن المباراة ليست رسمية إلا أنها حظيت بحضور رسمي، فقد حضر كل من مدير مكتب الشباب والرياضة بمحافظة صعدة ورئيس فرع اتحاد كرة القدم بالمحافظة. وتميزت المباراة بحضور جماهيري ملفت واهتمام من أغلب وسائل الإعلام، وتمكن منتخب شباب صعدة من الفوز بهذه المباراة وتسلم في نهاية اللقاء درع البطولة. ولكن الفريق الفائز أصر على أن يكرم ضيفه قام بإهدائه درع هذه البطولة. لبرنامج صدى الأسبوع، مروان حسن. أما الآن فنتابع متفرقات هذه الحلقة من برنامج صدى الأسبوع. سيادة القانون وشفافية التطبيق، هكذا كان شعار المؤتمر الذي عقدته الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة في يوم الاثنين الماضي لعرض آخر مستجدات ضريبة المبيعات ومناقشة الرأي القانوني الذي صدر من لجنة المحكمين الذي تم التوافق عليها من قبل الجانب الحكومي ممثلا بمصلحة الضرائب والقطاع الخاص ممثلا بأحد الغرف الصناعية وبرعاية من وزير المالية. الهدف من عقد المؤتمر هو إشهار حكم المحكمين أو رأي المحكمين في قانون ضريبة المبيعات حسب التحكيم الذي حكمنا إحنا غرفة أمانة العاصمة ووزارة المالية ورئاسة مصلحة الضرائب. تخلل المؤتمر محاضرة للمستشار القانوني للغرفة التجارية بأمانة العاصمة أوضح فيها عدم مشروعية ضريبة المبيعات التي دار حولها سجال وصراع استمر لسنوات بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب، وأوضح أن الرأي القانوني الذي خلصت إليه لجنة المحكمين والذي كان عضوا فيها أتى مطابقا لما كانت تدعو إليه الغرفة التجارية. وبخصوص كيفية اختيار لجنة المحكمين وعما صدر عنها من رأي قانوني في الخلاف الدائر بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب ومدى التزام الطرفان بما صدر، الجهة الذي هم 4 محكمين، 2 نختارهم احنا و2 تختارهم وزارة المالية، والأربعة اختاروا محكم، وقد اختاروا الدكتور غازي شايف الأكبري مدير العدل السابق ورئيس وعضو المحكمة العليا، وهو ليكون رئيس اللجنة والمرجح. ثم في نهاية المؤتمر فتح باب النقاش للأسئلة من قبل الحضور والإعلاميين المتواجدين. يتساءل البعض هل الرأي القانوني الذي صدر من لجنة مكونة من قانونيين تم التوافق عليهم برضا الطرفان هو نهاية للسجال والخلاف الذي استمر لسنوات؟ ولا شك في أنه تسبب في خسارة لكل منهما والذي بدوره ينعكس سلبا على الوطن والمواطن. بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين الذي يصادف 15 أكتوبر في كل عام، نظمت في مختلف محافظات الجمهورية حملات توعوية لأهمية غسل اليدين بالماء والصابون. تدشين الحملة كان في مهرجان أقيم منتصف هذا الأسبوع
في مدرسة عمار بن ياسر بأمانة العاصمة. هو يوم عالمي لغسل اليدين، لأن في اليدين تتراكم الجراثيم والميكروبات، وطالما يديك موضوعة في فمك وفي عينيك فإنها ستكون مصدر تلويث لكل جسمك داخلا وخارجا. فنحن من هنا من أطفالنا الصغار من هذه المدارس نحث على ترسيخ هذه العادة الإيجابية، خاصة وأن ديننا الإسلامي يدعونا إلى النظافة وجعل النظافة من الإيمان. الحملة التي نفذتها منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع وزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم هدف إلى لفت اهتمام طلاب المدارس بأهمية غسل الأيدي باستمرار للوقاية التلوث والأمراض المعدية. الحفل الفني سبق بافتتاح معرض الرسوم التي شاركت فيه عدد من مدارس الأمانة وبعض مدارس محافظة لحج، وتم تكريم أصحاب اللوحات الفائزة قبل أن يدشن رعاة الحفل حملة غسل الأيدي بأنفسهم. أقامت مدارس النهضة الحديثة بالعاصمة صنعاء حفلا تكريمي لأوائل الطلبة المبرزين. معركة البناء، معركة النهوض، معركة التقدم نحو الأفضل لا يمكن أن يبدأ، لا يمكن أن يحقق نجاح إلا إذا كان بساحة العلم، وبالعلم وحده ترقى الأمم، وبالعلم وحده تنهض الأمة، وبالعلم وحده يحتل اليمن مكانته الحقيقية بين الأمم على مستوى الجمهورية اليمنية للمرحلتين الثانوية والأساسية، وذلك تحت شعار في وحدتنا نهضتنا. تخلل الحفل العديد من الفقرات الإنشادية المعبرة إضافة إلى لوحات استعراضية نالت استحسان الحاضرين. جرى في الاحتفال أيضا تكريم المدرسين والمدرسات والعاملين إضافة إلى تكريم الطلاب المثاليين في جميع الصفوف، وذلك بحضور أمين العاصمة الأستاذ عبد القادر هلال وعدد من المسؤولين. صدى الأسبوع انتهى، نلقاكم بحول الله بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. دمتم ودامت اليمن بخير، إلى اللقاء.